أوه، كان يوماً شاقاً، كم أنا متشوقة للنوم. أشعر ببعض الانزعاج، سأجرب النوم على هذا الجانب. أوف، الضوء ساطع، أريد أن أنام فقط. هذا أفضل. لماذا ليست الوسادة مريحة؟ هذا السخيف، لماذا كل شيء ضدي؟ سأخرج ساقاً واحدة حتى أبرد قليلاً. لكن ماذا عن الوحش تحت السرير؟ من الأفضل أن ألقي ساقي داخل اللحاف. يبدو أني لن أنام الليلة. أشعر بالبرد الآن. ربما هذه الوضعية أو هذا. أكره سريري. هذه ليلة سيئة. ما الأمر؟ لماذا تصرخين؟ أو بيضة؟ لقد ألهمتني بفكرة. سأحضر حافظة هاتف ومسدس غراء. سأرسم دائرة من الغراء في المنتصف. سألونها الآن بطلاء أظافر أبيض. ممتاز، سأنتظر حتى يجف. للخطوة التالية سأحتاج بالونا أصفر. سأقص جزءه العلوي ثم سأضع كرة سلايم بداخله بهذا الشكل. سأضعه على الحافظة الآن. إنه إسفنجي. انتهيت، يبدو مثل بيضة على الحافظة. أوه، كم هذا مريح. واو، أشعر بالنعاس الآن. البيض، هل هناك شيء لا يمكنه فعله؟ يملك البعض منا عادات سيئة. مضرة بالأسنان، أليس كذلك؟ قضيت على واحد. لا يوجد مشكلة هنا. مقرف، ربما أنت في مشكلة حقيقية يا لزي. هذه ليست ألعابا للمضغ كما تعلمين، لا تفكري بذلك حتى. في الواقع لدي فكرة، وهي فكرة منطقية. نأخذ قلما والقليل من قطع المارشميلو وندفعهما معا. انظروا إلى هذا الآن. امضغي هذا كنوع من التغيير يا لاز. انظري يا أغطية البلاستيك، يوجد قلم جديد. لنجربه. أجل، كما أنها ألذ من البلاستيك. تفكير جيد يا لونا. يا إلي، انظري. طيب يا ماديسان، أنا أيضا لدي صمغ. كلا، انظري إلى ما بداخل الصمغ. أوه، صمغك يا أحمر، صمغي شفاف اللون. كلا إلي، انظري، إنه ليس صمغا، يمكنني سحب الكثير منه. مطاطياً ومسلاً. رائع، أتمنى لو كان لدي سلايم لأسلي نفسي به. أو يمكنك مده كثيراً. حان وقت تناول وجبة خفيفة. ياه، هل تأكلين السلايم؟ لذيذ. ماديسان، توقفي عن أكله، ستصابين بوعكة صحية. لا تقلقي يا آلي، هذا ليس سلايماً. انظري، أحضرت عود صمغ وأزلت كل الصمغ. ممتاز، لا يوجد أي صمغ. حان الآن وقت الحلوى الهلامية. سأذيبها بمجفف الشعر. أوه، إنها لزجة، هذا ممتع. والآن الخليط جاهز للمرحلة التالية. أحتاج عود الصمغ والحلوى المذابة. حان وقت سكبها في العلبة. سأملأ العلبة بالكامل. وانتهيت، سأحضر الغطاء الآن. تبدو الحلوى مثل صمغ عادي. انظري يا ماديسون، لقد صنعت واحدا بنفسي. انظري إلى هذه الحشوة المطاطية الهلامية. شاهديني وأنا أعصرها بين أصابعي. حان وقت أكلها. اسمعي، لنسحقهما معا.
أظن أنها ستتمدد إلى الأبد لنتناول لقمة. أوه، ما الذي يحدث هناك؟ لا شيء، إنه مجرد صمغ. صمغ؟ هذا غير منطقي. المعذرة؟ الحصة الفنية أفضل حصة في اليوم. يبدو أن الأستاذة لم تتناول وجبة الغداء اليوم. هل سمعت ذلك الصوت؟ أحتاج لقطعة صغيرة لأسكت جوعي. هل أكلتها كلها؟ لماذا أفعل ذلك دائماً؟ لكن على عكس الأستاذة، مادي لا تجوع أبداً، وذلك لأنها تحمل معها حلويات دائماً. حلوى نيردز المفضلة لدي. يا سلام، طعمها لذيذ. بهذه الحيلة، كل ما ستحتاجه مبراة وحلويات بالطبع. ببساطة، اسكب حلوى نيردز في العلبة واعد الغطاء عندما تصبح العلبة ممتلئة. وجبة خفيفة مثالية. هذا سراب أم حلوى حقيقية؟ هاو، يمكن أن يلعب اثنان هذه اللعبة. يبدو أن قلمي الرصاص يحتاج إلى مبراة، إن فهمت ما أقصد. لنبدأ اللعبة. سأبدأ التمثيلية يا طالبة. أنا أعتقد أنك تقصدين مادية. نعم، آنسة سميث. هل أحضرت هذه المبراة لي؟ يا إلهي، لقد كشفت الخدعة. لقد استمتعت بها. هذا ظلم. يبدو منصفاً بالنسبة لي. يا سلام، هذا ما أحتاجه بالضبط. ماذا عساي أن أقول؟ رغبات المعلم أوامر. حيلة ذكية يا مادية. ماذا؟ لقد طفح الكيلة. سأغادر المدرسة إلى الأبد. تغير الطلاب كثيراً بعد ظهور الهواتف الذكية، والأساتذة هم الضحايا. أجل، حان وقت مصادرة الهواتف. يجب أن أخفي هاتفي. هل تدرسان أنتما الاثنتان؟ أوف، أنا على وشك الفوز. أكره هذه المدرسة. كما لو أني أريد القراءة عن التمثيل الضوئي. إن أردت استخدام هاتفك، فيجب عليك إخفاؤه بطريقة ماكرة. الحل أمامي مباشرة. ضع هاتفك بالمقلوب، واستخدم الغراء الساخن لعمل خط ممتد للأسفل، ثم ألصق قلم تلوين خشبي. ممتاز، كرر العملية مع عدة أقلام تلوين. تبدو رائعة. صحيح، عندما ألتقط صوراً بهاتفي الآن لن يشك بي الأستاذ. إنها أقلام تلوين فحسب. يا له من مغفل، هذه حيلة عبقرية جداً. آمل أن تعجبها الهدية. وبالنسبة للبطاقة، ستكون مباشرة لجينا. إنها سخيفة، وجدتها. عيد ميلاد سعيد يا جينا. لا تزال عادية جدا. هل استهلكت كل الأوراق؟ يا لسوء حظي. هل يصنع هدية لي؟ أريد أن أراها عن قرب. يا لي من محظوظة. إنه لوني المفضل أيضا. سأضع اسمي على الدفتر. بهذه الطريقة سيعرف الجميع أنه دفتري. هذا الدفتر جميل. ماندي، ماذا تفعلين؟ أنت لئيم يا جيك. كتبت اسمها بقلم الخطاط الدائم. الأخوات الصغيرات فظيعات. مهلا، خطرت لي فكرة. أعطني هذه الوسادة. حسنا، بعد قص شكل مستطيل، اقلب القطعة وضع الدفتر عليها. مرر الغراء على الحافة الداخلية، واصل على طول الحافة، ثم اثني غطاء الوسادة عليه. افعل نفس الشيء للحافة العلوية واضغط. الدفتر مغطى الآن. ممتاز، سيعجب جينا بالتأكيد.
ألا تزال ماندي تبكي؟ وجدتها. ما هذا؟ شكرا يا جيك.